السلام عليكم البنات. بمناسبة عيد الحب، إذا كان شي حب بعدا اللهم حب الأولاد ديالنا. ألوغ عندنا جوج طابلات ديال الشوكولا نوار 70%، غادي نحاولو ندوبوهم في الباماري. نقول لكم الفكرة هو أننا غادي نعمرو السيليكون ديالنا ونديرو فيه الشوكولات ونحاولو نزوقوهم بالفواكه الجافة بحال عندنا زنجلان، حبوب الشيا، زرعة القدام، اللوز، القرقاع، اي حاجة عندكم في البيت ديالكم. كيف ما لاحظتوا ان الشوكولا بدات تذوب، هي وجدت. غادي ناخذ واحد المول عندنا كيف ما بغيتوا، يعني انا عندي هذا المول هذا فيه شي رقات لي فورم، دونك كاين فورم ديال مادلين، وحده ديال لي بلوغ بالمناسبه ديال عيد الحب. دي في هذوك لي سيركل الدوائر، وعندي هذوك اللي فيها لي بتيت اورس الوليدات ديالي. سا طون بيان. غادي خديت لكم ان اكتيفيتي للوليدات ديالي، الوغ شاركت معاهم المول الثاني، خليتهم يعمروا هاد المول ديال السيليكون، خليتهم يعمروهم وهما يذوقوهم بداكشي اللي بغاو. وصراحه كان معمرهم ما كانوا كيبغوا لي الفواكه الجافه، كنت نعطيهم كيقولوا لي لا فو با مونجي، ما بغيناش ناكلوهم. ودابا ملي هما اللي ذوقوا هذاك الشوكولات ديالهم بهذوك لي فواكه الجافه، كلاوهم واكتشفوا بان المذاق ديال القرقاع راه زوين، والمذاق ديال اللوز راه زوين، وهذوك الحبوب ديال الشيا ولا ديال زرعه القدان حتى هي زوينه. الخلاصه من هذا الشيء كامل ان الوليدات ملي كندخلوا معنا الكوزينه كيطيبوا معنا، كيكتشفوا الحوايج ملي كيحطوا لي ديالهم في الحاجه وكيبداو يطيبوا معنا، كيبداو يذوقوا هذوك الحوايج اللي هما قبل ما كياكلوهمش. يعني ملي كتجبها ليه واجده وكتحطها ليه في الطبله كتقول له هاك ذوق كل، يقول لك لا ما ناكلهاش، حيت ياكلوا بالعوينات ديالهم وحيت ما قاسوهاش بيديهم. داكشي علاش ما غاديش ياكلوا لنا الحوايج اللي حنا كنوجدوهم في الكوزينه، ما قربوش ليهم. رغم ملي كندخلوا من الكوزينه وكيطيبوا معانا وداكشي كتكون حاجه اخرى، كتكتشف بان الولد ديالك ولا البنيته ديالك انها كتاكل هذه الحاجه حيت هي اللي صايباتها. نتمنى انكم تشاركوا الوليدات ديالكم بهذه الطريقه هذه، صراحه غادي تشوفوا الفرحه في عينيهم، وغادي تشوفوهم كياكلوا بزاف د الحوايج، لان الشوكولاته 70% ديال الكاكاو هو صحي، يعني ماشي بحال الشوكولات الاخر اللي فيه غير كيدير لك الشوكولات بالحليب، هو راه فيه غير سكر، يعني ماشي صحي لينا. وملي كنولفوا واحد الجوده ديال الشوكولات كتجينا صعيب باش ناكلوا هذاك الشوكولات اللي مخلط غير بالسكر. اصلا تيقولوا الشوكولا البيضاء راه ماشي شوكولات، هذيك راه 100% غير سكر، غير واحد النكهه، يعني ماشي دو فري شوكولا. لو فري شوكولا من 70% للفوق، هذا هو لو فري شوكولا، كيكون فيها نقص فيها السكر، مي كتكون فريمون تاكل نيت شوكولات حقيقي. غادي نبداو نزوقهم بحال هكا بالفيلي ديال اللوز. لي غران ديال الشيا، داكشي اللي موجود عندكم في الدار ماشي بالشرط. خليكم معايا، انتما غادي تلاحظوا تشوفوا كيفاش كنزوقهم، مره بزنجلان، مره بزرعة القدان، مره كنخلطهم بجوج، يعني انتما الذوق ديالكم، كتستعملوا حتى العنب المجفف.
يعني نتوما والذوق ديالكم. صراحه كيعجبني انا ناكل الشوكولات بهذه الطريقه هذه اللي فيه الفواكه. انا ملي كنشريه دائما انه نسم بشي حاجه فيها اللوز ولا فيها العنب المجفف ولا فيها لاكاجو ولا فيها حتى ليزيست ديال الحامض، حتى هو كيعجبني. يعني كتعطي واحد النسمه سورتو كي حيت الشوكولاتة كل ما هو كانت فيه النسبة ديال الكاكاو طالعة كيكون واحد شوية مر، ولكن ملي كيهرسوه بالنسمات ولا بالفواكه الجافة كيعطي واحد المذاق جد جد رائع، كيجي مذاق بنين وزوين. داكشي علاش انا خديت الفكرة وكنديرها في الدار وشاركت مع وليداتي هاد الفكرة هادي، باش كيتعودوا على مذاق ديال الشوكولات مواد اخرين. نتمنى انكم تجربوا هذه الفكره، وانا اكيده انها غادي تعجبكم. وفي الاخير اللي الشوكولات عاودت درتو في الثلاجه حتى جمد، وهذه هي النتيجه. وصراحة يا سلام جا بنين هكا بالقرقاع ولا باللوز ولا باللي كان. نتمنى انكم تجربوا هذه الفكرة، وشكرا لكم على المشاهدة ديالكم والدعم ديالكم ليا، ومرحبا بالجدد. مع السلامة، الى فيديو مقبل.